is America. Oh, nah, no, nah, nah. Don't catch you slipping, oh, nah, no, nah, nah. Kiki, do you love me? Love me, love me, love me. Kiki, do you love me? ومرحبا بكم عاوتاني في فيديو رياكشن اخرى مع اخوكم شات. Today or right now it's gonna be small x double xl. كلشي عارف شايفين كانوا مكبتينها في الوقيته اللي كانوا شادينها فاش كانوا باقي مجموعين ان فوا تفارقوا. بحال بنادم يلاه بدا كيعاود يقلب على راسو يلاه كيبداو يديروا هذا و سي بيان باسكو ما يمكنش حياتك كامله تبقى خاصك بروفي خاصك تبين بانك بوحدك قادير شي حاجه. وهادشي جو بونس اللي طرا ما بيناتهم ما بين سمول والشوبي. كتحس بانهم وصلت واحد لقيت اللي كل واحد بغى يبين بانه راه قاد انه قاد يوصل ماشي ضروري نبقى مخبي ولا نبقاو شايفين هي اللي جا معانا ولا تبقاو لي سي بون شوز. سي بون شوز باسكو كتخليك تشوف باسكو دي فوا الجروب كيغطي على شي واحد واش عنده ولا ما عندوش وانما كي كل واحد خدام بوحدو كيعطيك الكاليتي كيوريك واش عنده ولا ما عندوش. على اين سمول اكس خرج لنا بديسك جديد. الدري صاحبي قال لي خرج ديسك وار ابارامون. تحيه لاحمد من هذا المنبر. سينو قال لي الكليب واعر حتى هو الديسك واعر. سو اون فوا نشوفو لا شين ديال سمول اكس. يلاه بادي فيها المهم يلاه بادي فيها صافي امشي مومون دابا يلاه 86000 بالنسبه لو ستاتيو ديالو سي سيور كو لا شين باقا صغيره بزاف مي باقي غادي فهمتي غادي يطلع فاسيلمون باسكو تو ديجا كوني غاتجيك ساهل انك تطلع وغتطلع تزيد ما كاينش المشكل. على اين برك عندنا من الهضره يلا نمشيو نشوفو ديسك والكليب ديسك والكليب ديال سمول اكس. وات دو وي هاف هير بدا واحد الحاجه لهاد القضية ديال الكليبات وهادشي ماشي حاجة غريبة عليهم. ديجا شايفين شحال هادي هداك الديسك حنت عارفين اني مقود وشحال من فهمتي كانوا ضاربين كليبات زوينين. يعني لو كونسيبت ديال يكون عندك فيديو كليب زوين ما جديداش عليهم. تقصر مكسر وار انا هاد الباسي انا فلو ديالي بغدو غادي نوقف لي الصوت عطيني صوت ترجع الحشرات اللي قدامي تيرا شو الصوت عندي طون زي الطاقة شي ما كيش بان شي هاد الشي مارو انت شكرا قدامي راه بزاف على قصيك واخد تحت قصيك ما تنكش عليا سميتك ما كاينه في الجينيري كيبان لي خاص ليك شفتي غير هذيك كتشي مي جازح على كبير اش راه معروف عليك تبيع اللي ما غزيت تبيع ما انت والديك تبيع اللي واحد باش ختم عليه تبيع كاع اللي معاك وتزيد معاهم والديك. السيد رمادي كيبقى قد ما وتصدى كل كلب عنده جاب اللي كيجي كدو شوف شحال جيت بعدا سير تقدا واه كل كلب عنده الجام اللي كيجي كدو على قد الوجه ديالك كبير صغار المهم كل واحد عنده واحد دير شاف داك قدامه مع اللي هكا واحد الراديو الاخر التلفاز خدام يمكن مقاطعات اللي بصبع الكاز قال هادشي اللي كديرو ماشي شي حاجه نتوما راه عارفين هادشي مزيان بلا ما تقطعوش في الهضره
اش اللي بتقولوا قولوا بلا ما تعلم فينا قصه بلا ما تقطعوش فيها هذا ضريب بالدارجه اش اللي نديروا صبروا قدروا عيشوا في اي دور وخليوا لي ما راح يزوروا ما خافوا حتى شي زعما زعما الفيلم تقول الفيلم تشوف فيه يا اخي فانتازيا ديال مشارجي كتجي لي بحال شي حكايه اش انا عندي في الدم وسمع حتي غنبقى واحد لكم فقره شمعت لي اوف 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 سمول اكس خطير سمول اكس خطير سمول اكس خطير صراحه صراحه نوار و كنصور لي تكنيك ديالو الفلو ديالو ولكن اهم حاجه هي البحال اللي عنده واو كتعطي واحد 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 الجماليه للراب ديالو هذا الصاط هذا بزاف 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 لو نوم ديال الفلوات اللي هضر بهم التكنيك اللي خدام بها هنايا الكلمات اللي كاتب واو المكانه ديالو كاينه في الراب المغربي وبجد وانا فرحان انه تكون عنده الشان ديالو بوحدو هذا الصاط هذا مزيان يكون بوحدو بحال هكا باش يعصر مزيان يعصر لنا داكشي اللي عنده نيت مقاوا عليك فكراش مهدي هاي ومعاك نصمر فيكم انا مهدي كاي دابا دو معايا دابا غزيرو صافي ايمان والكليب كليب هربان كليب هربان كليب كيقد يبان سامبل بان بلاصة فهمتي ولكن ارتيستيك مون شنو طاري في الكليب بزاف لي بريز دو فو ما بين هو داير بزاف ديال الادوار ما بين انت معاك كدور الكاميرا كتقلينا كتلقاه في الجهه الاخرى هادشي هادشي راه كيبغي يخدم بزاف بزاف كيبغي الفكره بعداك الفكره او ميم طون التطبيق ديال ديك الفكره وملي كتطبق كتشوف واش طبقتها زوين ولا خير والتطبيق على الحساب يا سلام عشتني دابا بصح ليك عارفني كي جاي كيزاني رمضان في عيد الفطر كيجي كدوي ليك على الدين وكبر مراد لي ما صحيحش شنو غيطرى ليه غادي يدور غادي يطفل لي ما تقيل حيدو الطريق حيدو الطريق واو يا سلام يا سلام يا سلام next level برافو اخي برافو 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 سمول اكس سمول اكس يثبت على انه شديد ان لو فات ان شايفين طالعين طلعوا ما كانوش طالعين بالسطح ولا شي حاجه قاد ديسك اللي كيخرج سمول اكس من نهار ولا بوحدو فهمت انا كانوا عزاز عليا عزاز عليا ديسك ديال شايفين شحال هادي ولكن من نهار ولا بوحدو سمول اكس وكتصنت ليه كاين هاد الصاط هذا كاين بزاف 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 صراحه مي انا كيبان لي هاد الديسك هذا ودي اجمل حاجه ودي احسن حاجه واهم حاجه تكون في المغني ولا في شي واحد اللي كيخرج شي حاجه للبوبليك وانه خاصو ديما ينابل انه اللي جاي يكون حسن اللي جاي يكون حسن فهمتي تكون عنده هاد الفكره ماشي ضروري غادي يقدو يديروها ماشي ضروري بالطبع اي ديسك كيخرج ما بغى يكون حسن حيت غير هو خاص يكون عنده هاد الرغبه هادي والرغبه في حد ذاتها ملي كيكون الحب ملي كيكون الموهبه كتعطي حاجه زوينه وصرا ميم شوز لهاد الديسك هذا ديسك واعر كتبغي تعاود تصنت ليه فهمتي كتسمعو كتبغي تعاود تصنت ليه باش فهمتي بحال كتفرح كتقول ديال بلادك شي حاجه زوينه ديال بلادك مصايبه زوينه على عين الكليب واو الكليب من عالم اخر صراحه الكليب من عالم اخر بالفكره بالتطبيق ديالها بالناس اللي كانوا دايرين كاملين بلي كليراج بلي بريز دو فيو بلي زونغل بالموفمون ديال الكاميرا كيفاش كان حتى هو يا سلام يا سلام اي سينو التقصار ديال سمول اكس انا بالنسبه ليا هي اللي خلات الديسك يعار بزاف تكنيك والفلوات اللي لعب بهم وافيك واحد الرفره اللي زوين اللي كيبقى راسك في الودن اكشي مع ديك بارتي تاع اللي خفيف غيطير وهاد كان جات زويره واحد البارتي المهم على عيني الله سامع الديسك باقي داكشي ما لصقش مي برافو صراحه برافو سمول اكس من احسن الديسك اللي خرجتي من احسن حاجه كتبران بانك باقي غادي يزيد لك قدام احسن اي برافو لا برود باغ سفيان ازيد كانت واعره
كساسوا 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 البيت ميكر كساسوا الماسترين ديال ديال كساسوا ما بين ليفل ما بين البيت وما بين الصوت ديال 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 سمول اكس او كامو محسن بداك الشيء شي حاجه فايته الاخرى كانوا غاديين مع بعضياتهم. برافو الناس اللي خدموا في هذا البروجي هذا اي صافي بليزير صراحه صافي بليزير هذا ما كان صافي مقلنا خلى لي ما نقول انا سمول اكس صراحه والله الا باغي نعاود نسوت له الديسك هذا لا اي تصلاو لي فراسكم تشافوا في الفيديو الجاي ان شاء الله.